السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي. هنبدأ معاكم حل بوكلت إن شاء الله أحوال. هنحاول يوم ويوم كده نبعت بوكلت وما اشترطش الترتيب طبع طلباتكم، في بعض ناس تطلبوا في الآخر في الأول في النص، فإحنا بنمسك أي بوكلت يقابلنا كده ونحله إن شاء الله. فهنبدأ بالبوكلت رقم 5 صفحة 147، صفحة 147. تمام، نبدأ مع بعض كده عشان الوقت. ننساش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، نضغط على الجرس نختار الكل عشان يوصل لنا الإشعارات. إن شاء الله نحاول يوم ويوم بوكلة كيمياء، بوكلة فيزياء، بوكلة أحياء إن شاء الله. فننتظر وعاوزين نشوف مشاركات بتاعتكم ودعم القناة إن شاء الله، عشان من هنا لقبل الامتحان نحل جميع البوكلتات اللي موجودة في كتاب الامتحان، وهو يعتبر من اوثق الكتب. محدش يقعد يقول لي شوف لي كتب تانية، نبص في كتب تانية، دي من اوثق الكتب اللي موجود فيها الاسئلة صحيحة ومجربة في النظام الجديد من اول سنة. بقولها شهادة حق لله فقط، بس مش بعايد كتب ولا حاجة، خلاص. وانا بقولها على نية نار. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الاختبار الخامس. أي العناصر التالية لا يؤثر غيابها على عملية البناء الضوئي؟ ما بيأثرش طبعا. الحديد بيأثر، الفسفور بيأثر، المغنيسيوم تركيبة الكلوروفيل أساسا فيها مغنيسيوم، الفسفور اي تي بي مجموعة الفوسفات اللي في الاي تي بي عملة الطاقة. الحديد مهم جدا في عملية البناء الضوئي وفي الورق بالذات، يبقى دول مهمين، يبقى ده اللي ما يأثرش قوي غياب. نمرة 2، الجهاز الليمفاوي، كلمة لمفاوي وجهاز دوري في كرات دم بيضاء، الاتنين بيتفقوا ان وظيفة مناعية. حافظ وبتكتب بس يا مستر. لا، الجهاز الليمفاوي ده هناخده في ثالثة ثانوي السنة الجاية ان شاء الله في المناعة في الباب الرابع في الاحياء. الجهاز الليمفاوي اساسا من ضمن الطحال واجهزة موجودة في جسمنا، والجهاز الدوري في كرات الدم البيضاء من اقوى اجهزة الدفاع المناعية في جسمنا. اذا الاتنين مشتركين في وظيفة ايه؟ مناعية. رقم 3، النسيج الذي له القدرة على انقسام الميتوزي في النبات هو الكامبيوم بدون منازع، وده موجود في الصف بس. ذلك في بعض أسئلة بوكلت بيقول لي الكامبيوم موجود في الورقة. لا طبعا مش موجود في الورقة، مش موجود إلا فين؟ في الساق، وبيؤدي إلى انقسام خشب للداخل ولحق لإيه؟ للخارج. اقرأ الكتاب، افتح بص في تركيبة الساق فيه الكامبيوم، لها القدرة على ايه؟ على الانقسام. رقم 4، اعطيني شوية عمليات كده. A ل B دي العملية الأولانية، B ل D العملية التانية، زائد E انرجي طاقة، زائد 38 ATP. 38 ATP يبقى اعرف ان دي عملية التنفس الايه؟ اللاهوائي. اعرف على طول ان عملية هدم اللي بتحصل للحصول على الطاقة، لان انا محتاج ايه؟ طاقة. يبقى كل منهما واحد واثنين دي عمليات ايه؟ هدم، عشان نحصل على الطاقة، عشان نقدر نحصل على ايه؟ على الايه؟ عملية التنفس اللي مشروحة عندنا قبل دورة ايه؟ كريبس، وبعد دورة كريبس وانشطار الجلوكوز. نراجع عليها كده بسرعة مع بعض. رقم 5، تتمثل اهمية الماء في عملية البناء الضوئي في انه يعتبر، هل المية لها دور في عملية البناء الضوئي؟ طبعا. ايه دورها؟ يتمثل في ايه؟ في انشطار المياه يا جماعة. اكسجين بيتصاعد، عملية زي ما بنقول ايه؟ مساعدة او عملية ثانوية. اما اهم من ذلك مصدر للهيدروجين اللي بيتحد مع ناد بي وبيديني ناد بي اتش 2 عشان عملية ايه؟ الاختزال، عشان العملية نفسها تتم. يبقى المياه بنستفيد منها في ايه؟ تتمثل أهمية الماء في عملية البناء الضوئي فإنه يعتبر، ما أقولش مصدر الأكسجين المتصاعد، لا طبعا، لأن ده عملية ثانوية، ناتج ثانوي، ولكن الأساس الشق الثاني بتاع المية الهيدروجين. يبقى مصدر الهيدروجين اللازم لعملية الإيه؟ الاختزال. اللي بعده طبعا عشان بس ما نطولش الفيديو، عندما يتم استهلاك ثاني اكسيد الكربون في عمليه البناء الضوئي فاي مما يلي؟ يوضح طريق انتقال ثاني اكسيد الكربون في الورقه بعد دخوله من الصغر. بعد دخوله من الصغر شيء طبيعي هيخش على المسافات البينيه على طول اللي هي في الورقه من تحت،
يبقى الوقت هنا المسافة البينية بعدها جدار خلوي، هل في جدار خلوي في الثلاثة التانيين؟ لا، يبقى الإجابة بقى على طول عشان الوقت، يبقى مسافة بينية بيخبط على الجدار الخلوي، بعد كده الغشاء البلازمي، بعد كده السيتوبلازم، بعد كده غلاف الإيه؟ البلاستيدا. نيجي رقم 7، في الشكل المقابل يحاط التركيب ب بشبكة من التراكيب ألف وذلك لسهولة انتقال. شيء طبيعي باء بيمر على ألف على الإيه الدم أو الشعيرات الدموية اللي موجودة في الحويصلة الهوائية عشان إتمام إيه التنفس، وكلمة تنفس يبقى أكسجين على طول، يبقى O2 من باء إلى ألف. O2 ما هي عندي O2 بس من ألف إلى باء؟ لا طبعا، من باء أساسي إلى إيه إلى ألف، يبقى إن الإجابة هتبقى عندي د. رقم 8، تحتوي بطانة الأمعاء الدقيقة على خملات تمام، عبارة صحيحة، كما تحتوي بطانة الأمعاء على تحززات اللي هي التحززات أو اللي هي الانسناءات زي خلايا المخ كده، كلاهما يلعبان دورا في عملية الامتصاص، يبقى العبارتان صحيحتان. إذا كان قياس الضغط الدم 110، 110 على 70 ملي زئبق، فإن الرقم 110 طبعا بيدل على انقباض ايه البطينين، البطين الأيسر والأيمن، كونهم ينقبضهم يبقى فتح الصمامات الهلالية، يبقى فتح الصمامات هلالية على طول. طالما قال لي انقباض، ما جابش سيرة انقباض بطين هنا في الثلاثة التانيين، لكن عملية الضغط وخاصة الرقم اللي فوق يتزامن قياسه مع انقباض البطين وفتح الصمامات الايه الهلالية. السؤال رقم 10، الشكل المقابل يمثل تركيز غازي الاكسجين اللي هو بالاحمر والازرق ثاني اكسيد ايه الكربون بالدم في عدة اجزاء بالجسم، اي مما يلي يمثل الدم المار خلال الشريان الاورطة. أنا عندي الشريان الأورطة به دم مؤكسج، به دم إيه؟ مؤكسج، خلاص؟ طيب بيقول لي أي مما يلي يمثل الدم المار خلال الشريان الأورطة، شيء طبيعي مؤكسج يعني فيه إيه تركيز الأكسجين أكتر من تركيز إيه ثاني أكسيد الكربون، يبقى أنا عندي الإجابة ألف. رقم 11، أنا عندي سلسلة عديد بيبتايد وفيه رابطة بيبتيدية، نبص على الشكل كده كويس، ادرس الشكل السابق ثم حدد أي مما يلي ينهي، عايزين إنهاء هذه العملية، عايزين نوصل للأحماض الأمينية اللي هي الصيغة النهائية للهضم، وخدنا صيغة البروتين بتحول إلى عديد بيبتايد الأول وبعد كده إيه إلى حمض أميني عن طريق انزيم البيبتيديز في الامعاء الايه الدقيقه، تمام، يبقى كده انهاؤه عن طريق انزيمات البيبتيديز في الامعاء الدقيقه. رقم 12، اي من المواد التاليه لا يمكن ان ينتقل خلال نسيج الخشب واللحاء، معروف ان الخشب بينقل المي، كلام جميل، طب اللحاء المواد الايه الناتجة سكر السكروز الأحماض الإيه الأمينية، هل بينتج نشا؟ لا طبعا، خاصة احنا بنتكلم على الإنسان مش على النبات، خلاص يعني إيه بنتكلم على الصيغة العامة أو النهائية بالنسبة للنبات، فبيقول لي لا يمكن أن ينتقل خلال الخشب واللحاء، لا يمكن انتقال إيه النشا، لكن المواد المهضومة في الورقة زي الأحماض الأمينية وسكر السكروز دي مواد نهائية اتهضمت، يتم نقلها عن طريق اللحاء في النبات، الخشب المية، يبقى النشا عندي هي اللي ما تنتقلش عبارة عن عبر الخشب والإيه واللحاء. 13، يتشابه الشريان الرئوي مع أوردة الأطراف في أن الشريان الرئوي طبعا معروف إن هو في دم غير مؤكسج والأوردة فيها دم غير مؤكسج، طب وبعدين يعني ايه اختار ايه، كلاهما يحتوي على دم غير مؤكسج، ممكن
بس لو ما قالش كلمة كلاهما به صمام، لأن الشريان الرئوي فيه صمام والأوردة فيها صمامات، يبقى كلاهما به صمام وكلاهما يحتوي على دم غير مؤكسج، يبقى الإجابة دال معا. ناخد بالنا طالما جايب لي حاجة باء ودال أو ألف وجيم أو باء وجيم، أركز بقى أعيد صيغة الإجابة، ما اشترطش بالمناسبة إن أنا أقوم متأكد دي طالما موجودة، ولكن بتلفت نظري إن ممكن تكون الإجابة هي كلاهما إيه معا. سؤال رقم 14، الجدول التالي يبين بعض المغذيات أو يبين المغذيات التي توجد في قطعة حلوى، أي من هذه المغذيات لا يحتوي أو لا يحتاج إلى هضم وأنا مغمض؟ تحفظها يعني يا مستر؟ لا، من غير ما أحفظ. الجلوكوز لا يحتاج إلى هضم، ولذلك يعتبر من المصادر السريعة جدا 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 للحصول على الطاقة، مش محتاجة لف ولا دوران في الكلام. الدهون محتاجة هضم وتقعد 3 4 5 ساعات، البروتين كذلك، النشا كذلك، خلاص، لأنها سكريات معقدة. أما الجلوكوز سكر بسيط جدا ويعتبر سهل وسريع، وأكسدته والحصول منه على إيه طاقة سريعا سريعا هو إيه الجلوكوز. رقم 15، أي الظواهر الفيزيائية التالية تعمل على انتقال الذائبات من وإلى ثقل خيطي الشكل؟ ثقل خيط الشكل زي ثقل اسمه السبايرو جيرا، هناخده في ثالثة ثانوي إن شاء الله. الثقل ده معروف إن هو شريطي، عشان برضو إيه نعرفه سنة صغيرة كده. هذا الثقل عامل خلاياه كده زي الشريط بتاع التصوير الأسمر كده، والبلاستيدة شريطية شكلها جميل جدا بصراحة، الالتواءات بتاعتها والتعرجات بتاعتها اهيت كده اهو، ده اسمه اسبايرو جايرا، البلاستيدة حلزونية الشكل، ده ثقل خيطي ومش مكون من خلية واحدة، عديد الخلايا. المهم هو ده الثقل اللي هو قصده عليه من الطحالب الايه الخيطية اللي معروفة. خلاص، يا ترى الظواهر الفيزيائية اللي ممكن يتعامل معاها، طبعا أبسط انتقال الذائبات في الحاجات البسيطة جدا، الانتشار بصفة عامة، مفيش تشرب، لأن التشرب لازم يكون فيه إيه جذور موجودة ملامسة لمين؟ للتربة، يبقى الانتشار والنقل النشط، لأن إذا تعذر الحصول على الحاجات بطريقة عادية فيتم إيه توفير طاقة لها، وبيتم عملية النقل الإيه النشط. رقم 16، ما الذي يصاحب عملية تكوين جلوكوز 6 فوسفات؟ ركزوا كده في السؤال ده، 6 فوسفات يعني ايه؟ يعني الـ ATP، يعني بنتج طاقة ولا بستهلك طاقة؟ بستهلك طاقة، يبقى بالـ ATP باخد منها مجموعة فوسفات اللي هي الـ B، عشان اضيفها جلوكوز 6 فوسفات قبل ما احولها جلوكوز 6 ايه؟ قبل ما احولها الى فركتوز 6 فوسفات، يبقى انا باخد منها الطاقة، يبقى باخد منها مجموعة فوسفات من الـ ATP، اذا استهلاك طاقة وليس انتاج ايه طاقة. يبقى اللي بيصاحب عملية انشطار الجلوكوز بصفة عامة وتكوين مجموعة الفوسفات مع الجلوكوز ثم مع الفركتوز، ان انا بستهلك طاقة باخد من الـ ATP مجموعة ايه الفوسفات. رقم 17، ما نتيجة غياب النقر من أوعية الخشب في ورقة نبات ما؟ أوعية الخشب فيها نقر زي ما احنا عارفين، بتوصل مواد من وإلى أجزاء الخشب، فطبعا غياب النقر يعطل التفاعلات الضوئية والتفاعلات اللا ضوئية. نيجي السؤال 18، في الشكل المقابل تمثل الأوعية الدموية من 1 إلى 3، شيء طبيعي 3 دهيت بنقول عبارة عن شعيرات دموية، الشبكة معروفة اهي قدامنا، شعيرات دموية، هو الحوار من هو 1 ومن هو 2، نبص كده ونعرف ازاي. لو لقينا السمك الطبقة الوسطى كبير يبقى ده على طول ايه شريان، شيء طبيعي ان الاستاذ ده هيبقى ايه وريد. نبص الترتيب بقى كده، عندي شريان خلاص، نمرة 2 وريد، نمرة 3 مين؟ شعيرات دموية.
شريان وريد شعيرات ايه دموية. نبص كده نراجع المقارنة ما بين الوريد والايه والشريان ونشوف هذه الاجزاء. اي من الاشكال البيانية التالية يعبر عن حاجة الجنين من الجلوكوز والاكسجين لانتاج الطاقة فقط؟ خلاص الجنين في بطن امه في الرحم محتاج جلوكوز واكسجين لانتاج الطاقة فقط. اي من هذه الاشكال يتمثل؟ شيء طبيعي ان عند الاكسجين والجلوكوز، الجلوكوز بيوصل له عن طريق المشيمة اللي هو الحبل السري، يبقى المشكلة عندي في الاكسجين. اذا يعتبر شوفوا حجم الجلوكوز قليل لان بيتاخد او بياخد الجلوكوز من ايه؟ من المشيمة او من الام عن طريق الحبل السري. اذا مطالبين بايه؟ بتوفير الاكسجين اكثر من الايه؟ الجلوكوز، لان الجلوكوز موجود ان شاء الله. رقم 20، اذا غمرت التربة بالماء يقل امتصاص النبات للاملاح بسبب. شيء طبيعي لو انا عندي ارض وزرعها وفجأة الشتاء نزل بكمية كبيرة، الارض بقت خلاص ارتفاع نص متر فوق مية، اذا سيقل الاكسجين في التربة ويتسبب بايه؟ ان الامتصاص بيقل. اذا قلة الاكسجين في التربة هيبقى عائق في امتصاص ايه؟ الاملاح من التربة. الشكل الاخير عندي رقم 21، بعتذر على طول الفيديو لان 21 سؤال برضو كنا عاوزين نجاوبهم. خلاص، اي الاشكال البيانية التالية يعبر عن التفاعلات التي تحدث لجزيء جلوكوز في خلية عضلة اثناء التنفس اللاهوائي؟ عارفين اثناء التنفس اللاهوائي بيتحول بيروفيك الى ايه؟ حمض اللاكتيك. حمض اللاكتيك ده اللي بيعمل ايه؟ اجهاد للعضلة. وحمض اللاكتيك معروف ان تلات ايه؟ جزيئات او تلات ذرات ايه؟ كربون. اذا الاجابة عندي رقم ايه؟ الف. ده كان اخر حاجة النهاردة في حلقة النهاردة. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، نضغط على الجرس نختار الكل، ونحاول نشارك الفيديوهات مع زمايلنا عشان كلنا نستفيد ان شاء الله في الفترة اللي احنا فيها، وعشان ندعم القناة بفضل الله اولا ثم بجهودكم معانا. انتظرونا ان شاء الله يوم بعد يوم فيديو كيمياء فيزياء احياء تانية ثانوي ان شاء الله. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة. الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.